طبعا الصورة اللي بعديها كمان شخصية مشهورة جدا في الكتاب المقدس اللي هو انتصارات الملك نبوخذنصر. نعم، احنا بنعرف تاريخيا انه الملك نبوخذنصر سنة 586 اجا وسبى مملكة يهودا، من بعد ما 120-130 سنة من سبي مملكة إسرائيل إجا وسبى ملك مملكة يهودا. ولكن طبعا واحد مثل نبوخذنصر الملك البابلي العظيم ما بصير إنه هو يعمل هذا العمل العظيم بالنسبة له، السبي والانتصار على مملكة، أكيد مملكة كبيرة، لأنه لما بيكتب هيك بيحفر تذكار، معناته طبعا كمان مرة بنقول المملكة كانت كبيرة مش صغيرة. ولكن هو بيكتب عنا شيء كتير غريب الحقيقة، أنه إثبات جدا غريب في الخط المسماري بالكتاب البابلي، بيعمل بيقول فيه أنه بالسنة السابعة، عم بقرأ القسم الأسفل أنا، في السنة السابعة من شهر كسلو جمع ملك أكاد، يعني اللي هو بابل، جيشه وذهب إلى حث، نزل في مدينة يهوذا، احتل المدينة، قبض على ملكها، وضع عليها ملكا كما أراد، وأخذ عطيتها الثمينة إلى بابل. طيب تعالوا نقارن شو هذا كتب وشو الكتاب المقدس كتب. الكتاب المقدس بيقول إنه الملك نبوخذنصر قبض على الملك يهوياكين ملك يهوذا، وأخذ كنوز المملكة غنيمة، وعين ملك تابع له اسمه صدقية، وهدم الهيكل، وهدم هيكل أورشليم طبعا، وهاي اللي النقش الفخاري من بابل بتفرج الحرب وانتصار نبوخذنصر على ملك يهود. إن كان بتحب نتابع إشي كمان مرتبط عنه، تفضل، اللي هي الكتابة عن الملك يهويقين كمان سنة 590 قبل الميلاد تقريبا، وبرضو احنا شايفينها بالخط المسماري اللي أخده نبوخذنصر سباه. نعم، لكن يا أسيس نزار اتفرج على التفاصيل الرائعة اللي بيشهد عنها الوثنيين عن إيش صار مع الملك يهويقين. يعني هو مش بس أخده، لكن من بعد ما نفى الملك نبوخذنصر لبابل وكان معاه أعيان دولة، يعني مملكة يهوذا، الملك يهوياكين مذكور عنه قديش كان يطعميه. يعني الشيء اللي مكتوب في الكتاب المقدس، أنا رح أوضح الفكرة، أنا في الكتاب المقدس في الترجمة تبعتها مش هالقد واضحة الفكرة، لكن يعني بملوك الثاني 25 بيقول كان الملك يعني يهوياكين يأكل الخبز أمام الملك نبوخذنصر كل أيام حياته. وفي كلمة هناك اسمها وظيفته بالعربي شوي صعب اليوم، لكن بالعبري أروحته، يعني الإعالة تبعته، الوجبات تبعته، وجبات دائمة، وظيفة دائمة، يعني كانوا يطعموه وكانوا يعطوه وجبات يومية من عند الملك، أمر كل يوم بيوم كل أيام حياته. بنتفرج شو الملك يهوياكين، الملك نبوخذنصر قال. الملك نبوخذنصر بيقول لك إنه أنا أعطيته حصص غذائية، وبيفصلها، فيجي بيقول أعطينا نصف، اللي نصف طبعا هاي احنا بنحللها اليوم ان هي عشر الكر، يعني حوالي 22 لتر، بعدين 2.5 كا اللي هي 4 لتر زيت، يعني قديش بعطيه خمر، قديش بعطيه زيت، لابناء ملك ارض يهوذا الخمسه. يعني هو بيقول قديش اعطاه وقديش اعطى اولاده، وبالفعل هن كان في اهتمام في كل الحاشي تبعته انه هن يطعموهن يحترموهن، يعني احنا انتصرنا، احنا سبيناكم، ولكن الكو علينا حق انه احنا نطعميكم ونسقيكم ونحترمكم كل ايام حياتكم، وان كنتم موجودين عندنا في بابل كمسبيين، لكن احنا بنحترم.
فتشبيه مقارنة جميلة جدا جدا ما بين الوثيقة البابلية اللي هي وثيقة إدارية، يعني عم بتقول قديش يعني واحد عم بوصل قديش انكد قديش يا الملك قال إنه لازم نعطي فلان وعلان، وهون بالأسماء والتفاصيل بشكل كتير كتير كبير. والتفاصيل الموجودة في الكتاب المقدس عن يهوياكيم وكيف أخذوا نبوخذنصر وعاملوا كتير منيح، غير عن الملك صدقية اللي بالنهاية قلع عينيه وقتل أولاده إلى آخره كما كان يفعل الملوك القدماء.